قتل بطيء بإعدام أسباب الحياة، فالنجاة من قصف عشوائي أو مجزرة في غزة هي بداية المأساة. في كل قصف الكل يهرول في كل الاتجاهات، حاملين ذويهم بشتى الطرق لنقلهم إلى أقرب نقطة تدخل طبي. لم تجد هذه السيدة وأطفالها المصابون غير هذه المركبة لنقلهم إلى مستشفى نصر الطبي، فبالكاد تجد سيارة إسعاف في هذه الظروف. حسبي الله ونعم الوكيل، أنا كل واحد اتفرج علينا. احتلال سعى إلى تدمير ضرورات الحرب من فرق تدخل سريع أو قدرة إنقاذ الجرحى والمصابين في ظل شح المستلزمات الطبية والأدوية وسد الطريق أمام خروج الجرحى للتداوي، إذ وصل عددهم 25,000 جريح لم يسمح الاحتلال إلا بخروج 5,000 منهم فقط. غياب الأدوية والمستلزمات الطبية أدى إلى تسارع عداد الوفيات، إذ لقي نحو 500 مصاب بالسرطان حتفهم، في حين تتفاقم معاناة أصحاب الأمراض المزمنة من يوم إلى آخر وفق وزارة الصحة الفلسطينية. قتل آخر متعمد بتعطيل وسائل الإنقاذ، إما باستهدافها المتكرر وإعاقة سيرها أو منع دعم مركبات الإنقاذ بقطع الغيار والوقود الذي أضحى عملة نادرة. احتلال دمر 150 سيارة إسعاف وعمد إلى تحطيم أسطول الدفاع المدني الذي عمل طيلة 10 أشهر بما يعادل عمل 25 سنة. اضطرينا إلى عملية صيانة واستبدال جميع قطع سيارات الدفاع المدني، ولذا يعني نهيب بالجميع وشاكرين لمن مد يد العون في صيانة وتأهيل سيارات الدفاع المدني للعمل في الميدان وإخراج المصابين والجرحى والشهداء من تحت ركام. مستشفيات خارج الخدمة تعج ممراتها بالجرحى وأسطول معطوب في ظل شح الوقود وغياب قطع الغيار وقطع الطريق أمام المساعدات الطبية، عوامل تهدد من هم بين الحياة والموت. سياسات ممنهجة يتبعها الاحتلال تعد قرائن ضد الإنسانية، يضعها القانون الدولي ضمن الاتهام بارتكاب الإبادة الجماعية.